مصر أمانة في رقبتنا كلنا. قسما بالله اللي هيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. القوات المسلحة ستقوم بكل العنف وضع حد للإرهاب اللي موجود فيها. على الفور تم البدء بالقضاء على البؤر الإرهابية وتدمير الأنفاق ونسف المخابئ التي تستخدمها العناصر المتطرفة. خلال عام 2015 دخلت المواجهات مع الجماعات الإرهابية مراحل الحزم والحسم بإطلاق عملية حق الشهيد واحد. خلال 16 يوما هي مدة مرحلتها الأولى، استطاعت القوات المسلحة مع الشرطة المدنية القضاء على 535 إرهابيا والقبض على 634 عنصرا تكفيريا وإجراميا. في أكتوبر من عام 2015 حتى أواخر عام 2016 تم تنفيذ عملية حق الشهيد 2 ليتم خلالها القضاء على 60 إرهابيا إلى جانب تدمير 20 ملجأ تحت الأرض وعدد من السيارات والمعدات التي تستخدمها العناصر الإرهابية. في عام 2016 ومع احتفالات النصر بالذكرى 43 لنصر أكتوبر المجيد انطلقت عملية حق الشهيد 3، خلالها لقي 19 تكفيريا مصرعهم إلى جانب تدمير 31 مخبأ، وقد شهدت تلك المرحلة مشاركة القوات الجوية. في يوليو من عام 2017 نفذت القوات المسلحة المصرية عملية حق الشهيد 4 التي أسفرت عن مصرع 40 تكفيرياً وتدمير 100 عبوة ناسفة وثمان ورش تستخدم في صناعة العبوات الناسفة. مع حلول منتصف عام 2018 تم إطلاق العملية الشاملة سيناء، وهي تعد أهم العمليات حيث شاركت فيها كل أفرع القوات المسلحة المصرية إلى جانب الشرطة المدنية، وقد أسهمت في حصار الجماعات الإرهابية براً وبحراً وجواً، وأحكمت الخناق على تلك الجماعات المتطرفة بعدما تم قتل المئات منهم وتدمير عشرات سيارات الدفع الرباعي التي كانوا يستخدمونها. نجع هذا الوطن الأبي بطليعة أبنائه في القوات المسلحة والشرطة وبدعم شعبي لا مثيل له في محاصرة الإرهاب ووقف انتشاره وملاحقته أينما كان. وبينما نستمر في مواجهتنا الشاملة للإرهاب، نسير في الوقت ذاته على طريق تنمية سيناء وزرع الخير في كل أرجائها، فالمساهمة في الحرب على الإرهاب ليست بالسلاح والقتال فقط، وإنما بالبناء والتنمية وتشييد المشروعات وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمال في مستقبل مشرق.